تفقد الفريق الاول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراحل اعداد وتاهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحه الارهاب شرق قناه بالجيش الثالث الميداني، كما التقى وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من القاده والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الأول أعلى للقوات المسلحه تفقد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراحل اعداد وتاهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحه الارهاب شرق القنابل الجيش الثالث الميداني وذلك في اطار المتابعه الميدانيه للجاهزيه القتاليه للفرد المقاتل وتاهيله وفقا لاحدث النظم القتاليه الحديثه والمتطوره وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، حيث شاهد بيانًا عمليًا لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة، والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتلو الجيش الثالث الميداني، والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذلوه من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتلي القوات المسلحة ستظل دائما هي الدافع الاساسي نحو تحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت اليه الدوله المصريه من تنميه على كافه الاتجاهات، كما ادار حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع الى ارائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، واعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنويه عاليه واصرار على مواجهه التطرف والارهاب والمشاركه في اعاده بناء الوطن واستقراره. وفي سياق متصل التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من القاده والضباط وضباط الصف وجنود المنطقه المركزيه العسكريه، ونقل القائد العام للقوات المسلحه تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، كما استعرض خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطه بجهود القوات المسلحه. في حمايه الامن القومي المصري وادار حوارا مع مقاتلي المنطقه المركزيه العسكريه تناول خلاله تطورات الاوضاع في المنطقه والتحديات المطروحه على الساحات المحليه والاقليميه والدوليه حضر اللقاءات عدد من قاده القوات المسلحه